السلام عليكم. هذه هي المحاضرة الأخيرة من مادة الكورس الأول التي هي البروتوزوا. احنا شاخذنا هنا أخذنا أول شيء مجموعة الأميبيا التي هي السيدوبوليا، ثم أخذنا المجموعة الثانية التي هي مجموعة الفلاجيليت، وأخذنا المجموعة الثالثة التي هي السبورات، وحاليا راح نأخذ السيليا والذي هو الطفيلي الوحيد التي يصيب الإنسان، وهي المحاضرة الأخيرة من الكورس الأول. إذا موضوعنا الهدبيات الأهداب، بس هي بسرعة ما يسموها الهدبيات أو القربيات القولونية، لأن هي موجودة باللارج انتستين بالقولون. الطفيلي اسمه بالانتيديوم كولاي، بالانتيديوم كولاي، لا تتوهم ويا انتيبيبا كولاي أو إشيريشيا كولاي الذي هي بكتيريا. موضوعنا هي بالانتيديوم كولاي، وهو الموضوع الحقيقي جدا بسيط. بالانتيديوم كولاي، أوكي. الموضوع الأخير من الفصل الأول من البروتوزوا، واضح؟ تلاحظ هنا شعبة الهدبيات، الفاليوم سيلو من سيليا الهدبيات الأهداب سيلوفاريا. اسم الطفيلي بالانتيديوم كولاي، اسم الطفيلي بالانتيديوم كولاي. اسم المرض أو اسم الديزيز بالإنجليزي بالانتياسس، بالانتياسس، بالانتياسس. إذن اسم الطفيلي بالانتيديوم كولاي، اسم الديزيز بالانتياسس، أوكي. ديستريبيوشن وين يكون موجود؟ في جميع أنحاء العالم، موجود في جميع أنحاء العالم. الموفت مالتا عن طريق الأهداب السيليا، احنا ذكرنا السيليا بهذا الطفيلي يكون كلش قصيرة، شرحتها أثناء المحاضرة بالميتينج، يكون السيليا كلش قصيرة وتغطي جميع أنحاء جسم الحيوان أو الطفيلي، يعني cover all over the body. هذا السيليا is very short. أوكي. إذا احنا شخذنا أخذنا مجموعة السيديبوديا الموفمنت، وخذنا مجموعة الفلاجيلا، وخذنا مجموعة السبوروزويتس، وحاليا احنا بالسيليا وهو الطفيل الوحيد الذي هو بالانتيديوم كولاي. ترانسميشن عن طريق الكونتامينيشن، فيكال اورال ترانسميشن باي انجستشن اوف سيست ان فيكال ماتيريال اوف انيمالز، يعني من هذا الكلام احنا نعرف ان هذا المرض زونيتك ديزيز ترانسميتد بين هيومن اند انيمالز اند فايس فيرسا. إذا transmission fecal oral transmission by ingestion of cyst in fecal material of farm animals. cyst عندما mature cyst تحتوي على 4 نيوكليا. المورفولوجي تروفوزويد، أهم شيء بهذا التروفوزويد is large and oval with macro and micro nucleus. أنا بالتروفوزويد it has 2 nuclei, one large macronucleus kidney shaped، أكو من يقول لك sausage shaped، والآخر micronucleus small one. The organisms contain cystosome، الماوث أوف تسيال أنا ما أطالبك بها. المهم هذا الباراجراف الأول راح أعيده. فايلم سيليوفورا شعبة الهدبيات، اسم الطفيلي بالانتيديوم كولاي، اسم الديزيز بالانتياسس، هاي انساها بالانتياسس ديزنتري انساها. ديستريبيوشن وورلد وايد، الموفمنت عن طريق السيليا. ترانسميشن كونتامينيشن، فيكال اورال ترانسميشن باي انجستشن اوف سيست ان فيكال ماتيريال اوف فارم انيمالز. اذا في هذا الطفيلي عندنا تروف وعندنا سيست. التروفوزويد is large and oval with macro and micro nucleus. إلا 2 nucleus، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. كبيرة تكون kidney shaped أو sausage shaped، والصغيرة circle تكون oval.
الأورجانيزمز كونتين سيستو ستوم الذي هو فتحة الفم mouth of the cell. إذن اسم الطفيلي بالانتيديوم كولاي، اسم الديزيز بالانتياسيس، distributed all over the world. Transmission عن طريق ال contamination of food or water with cyst mature cyst. الموجود عن طريق السيليا، والمورفولوجي بها تو نيوكلياس، واحدة التروفوزويد بها تو نيوكلياس، واحدة كبيرة تكون صوص الشيب أو كدني الشيب، والأخرى صغيرة. اوكي، إذن أمامك and cysto page anus of the cells. إحنا أخذنا mouth of the cells، يعني هذا الطفيلي سميناها cysto storm، وهاي الأنس opening of anus cysto page. على كل إحنا ما أطالبك فيها، بس لطالبك the body is covered with cilia. The body is covered with cilia. أن جسم الطفيلي مغطى ومغطى كاملة بالأهداب، والأهداب تكون very short. هاي مهمة جدا. The body is covered with cilia all over the body. وداخل هذا الطفيلي شكو عندنا food vacuoles and contractile vacuoles may be seen in the cytoplasm. يمكن أن يرى في cytoplasm. وإحنا ذكرنا هذا الطفيلي أكبر طفيلي من مجموعة البروتوزوا موجودة في جسم الإنسان أو الذي تصيب الإنسان. إذن في هذه الحالة هذا الطفيلي is the largest protozoa infect or affect the human body. السيست اعتياد يكون أصغر من التروفوزويد، ويكون الجدار الخارجي thick. الابيتايت وين يكون موجود أو site of location in the human body؟ موجود باللارج انتستين، exactly بالكولون. المهم باللارج انتستين. الباثوجينسيس اند سيمبتومز الكلينيكال ساينس العلامات الظاهره، يعني المرضيه والظاهره. سيميلر تو ذوز سين ان اميبيك ديزنتري، يعني نفس علامات الانتيبيوستاليتيكا. انكلودينج انتستينال ابيثيليال ايروشن، يعني فد ليجن موجود بالجدار الداخلي للامعاء الغليظه. اذا انفلاميشن اور ايروشن اور ليجن وين موجود؟ بالانترنال ميوكس ممبرين اوف ذا لارج انتستين. يقول لك بعض الاحيان الليفر اللانكس والابرين يمكن ان نلاحظ هذا الطفيلي يكون شكل على شكل ابسس ورم بسيط. have been reported they are uncommon نادرا ما يكون. the trophozoites produce an enzyme called hyaluronidase. هذا اسم الإنزيم الذي هو هايلر ندايس، هو عبارة عن إنزيم يفرز الذي يساعد على اختراق الميوكوزا، facilitating the dividing of the mucosa. يقول لك a few fetal palantidial infection have been reported in the literature. ويقول لك حالات نادرة قليلة أن تكون فيتل. إذا أهم شيء عندنا نحن عندنا من هاي المطالعة كلها، عندنا فتحة الفم بالبراغراف السابق سميناها سيستو ستوم، فتحة المخرج سيستو بيتش هاي ما طالق بيه، هاي مهمة جدا. the body is covered with cilia أن جسم الطفيلي مغطى بالسيليا، وهي تكون شورت and short تكون، وبها فجوات غذائية وفجوات كونتراكتل أو فجوة نحن نسميها الويست may be seen in the cytoplasm. A cyst يكون smaller than the trophozoid و thick wall. موقع الطفيلي وين يكون داخل جسم الإنسان؟ يكون بال large intestine. Site of location large intestine بالcolon. The clinical signs أو symptoms weird pathogenesis يقول لك هي similar to seen in amoebic dysentery including intestinal epithelial erosion. هذا في حالة ال heavy infection. يقول لك also liver, lung, brain can be affected شكل swelling. they are uncommon. trophozoite produce enzymes called hyaluronidase
الذي هو يساعد facilitate the inviting of the mucosa of the large intestine. يقول لك a few fatal palantir the infection have been reported. ويقول لك حالات نادرة إصابة مميتة من هذا المرض. هاي دائما تكون وين؟ عندما يكون الإنسان مناعته ضعيفة وإمازيتد وهيفي إنفكشن. دايجنوسيس فيكال إكزامينيشن. شو نشوف؟ نشوف ميوكويد. الميوكويد نحن وين نشوفه؟ نشوفه ويا جيارديا لامبليا. بلاد ستول يكون ميكسينج ويا الانتيبيبوستريتيكا. إذا في حالة الهيفي إنفكشن بالنسبة للبلانتيديوم كولاي، في حالة الهيفي إنفكشن فيكال إكزامينيشن تلاحظ الميوكويد. احنا هاي العلامة الميوكويد وين نشوفها؟ بالجاردة الامبلية. بلادي ستول لأن نتيجة الإيروجين، نتيجة اختراق هذا الطفيلي للإنترنال ميوكوس ممبرين أوف ذا إنتستين سببنا بلادي ستول. إذا ميكسينج بالعلامات الظاهرة ما بين الجاردة والإنتميبا. أوكي، هاي صورتين لتروفوزويد والسيست. تلاحظ التروفوزويد أكبر حجما من السيست، هاي طعم واحد. وهذا التروفوزويد أو هذا الطفيلي هو أكبر طفيلي موجود من مجموعة البروتوزوا يصيب جسم الإنسان. وتلاحظ السيليا كوفر أول أوفر ذا بودي. واضح. أهم شيء عندك تلاحظ لي النقطة المهمة اللي تحاسب عليها هي النيوكليوس، تو نيوكليوس. وحدة ميكرو نيوكلياس، ميكرو نيوكلياس الذي هي على شكل كيدني شيب أو صوص الشيب، والصغيرة تقريبا هي هاي الكبيرة بها كونكيف بالداخل لنيوكلياس اللي تكون ميكرو نيوكلياس الذي هي تكون على شكل أوفال. إذا التروفوزويد كونتين تو نيوكلياس، وان إز لارج أذر إز سمول. اللارج إت إز كيدني شيب، ولا والصغيرة السمولر وان it is oval shape. هاي الفتحة سيتوبيج وغير ذلك ما لنا علاقة بها، ما أطالبك بها. السيست تلاحظ السيست وول يقول لك يكون ثيك وتو نيوكلياس والفاكيوس ميكرو مايكرو نيوكلياس. أيضا في هذه الحالة لكوس تلاحظ اسم مكتوب لكوس أو ديزيز بالانتياسيز بالانتيزنتري أو سيلريزنتري. أنت احفظ الكلمة الأولى بالانتياسيز، بالانتياسيز من بولانتيديوم كولاي. التروفوزويد لارجر سايز ذان ذا سيست. وتلاحظ السيليا كوفر اول اوفر ذا بودي از فيري شورت. هذا الطفيلي تو نيوكليا، ميكرو نيوكليا ومايكرو نيوكليا. الكبيره بالحجم تكون على شكل كيدني شيب وبيكون كيف داخله تقريبا تحضن النيوكليس الصغيره التي هي تكون على شكل اوفر. السيس في الشيء اعتيادي السيليا ما موجودة. أوكي، هاي صورة لتروفوزويد أو بالانتيديوم كولاي تقريبا نفس هذه سيتوسوم تلاحظها، وبعض منها يذكرها سيتوسوم، والفتحة المخرج ما موجودة، المفروض تكون في هاي الفتحة هنا. تو نيوكليا، أهم شيء ميكرو نيوكلياس ومايكرو نيوكلياس والفاكيولز. وتلاحظ سيليا كوفر أول أوفر ذا بودي. السيليا في الشيء اعتيادي تكون شورت ومغطية جميع أنحاء الجسم. وأهم نقطة عندك تو نيوكليا، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. واضح؟ هاي كوبي بيست ماخذها. تلاحظ بالانتيديوم كولاي، بالانتيديوم is the only ciliated protozoan now that is pathogenic in a human. مثل ما ذكرنا هو هاي الوحيد الباثوجين تصيب الإنسان. And is the largest protozoan infecting man. و primary zoonotic disease intestinal parasite تنتقل ما بين الإنسان والحيوان. هاي جدا مهمة المفروض تحفظها يا طلاب. بالانتيديوم كولاي الأشياء اللي أريدها من عندكم هي هذه إضافة للدياجنوسيس. بالانتيديوم is the only ciliated protozoan now that is pathogenic in humans. أنها هي pathogenic، هي من مجموعة الciliated.
and is the largest protozoan infected man، وهي أكبر بروتوزوا تصيب الإنسان، وهي zoonotic disease، أي أنها تنتقل transmitted between human and animals. Palantidium coli، لأعيد المرة الأخيرة، Palantidium is the only ciliated protozoan now that is pathogenic in humans and the largest protozoan infecting human. Primary a zoonotic intestinal parasite. نعطيك مثال بيكس الخنازير، وتلاحظ الأمام التروفوزويد والسيست. ثاني واحد التروفوزويد أكبر حجما من السيست، ما تبين السيليا يعني في الشعتين الميكروسكوب ما تبين ولو هي واضحة. أنا الحقيقة في المرة شايفة بالمختبرات السيليا موجودة وهاي السيست. تلاحظ أمامك Palantidium coli pathology، خلي أقرأها أول شيء. Trophozoites are tissue invaders. Trophozoite، التروفوزويد هو المؤذي إلى جسم الإنسان. تخترق أنسجة الجسم، يعني تخترق the interior mucous membrane of the large intestine exactly in the colon. They secrete، تفرز هذا الطفيلي الذي هو التروفوزويد، يفرز إنزيم protolytic enzymes الذي هو مثل ما ذكرنا سابقا هالاندايس. هذا يفرز الإنزيم الذي يساعد على التهام الطفيلي بهذا الإبيثيليوم large intestine. Trophozoites are tissue invaders. They secrete protolytic enzymes hyaluronidase which digest the epithelium of the large intestine. نتيجة التهام الطفيلي إلى الإبيثيليوم مال large intestine الانتيريوم mucous membrane يصير بها تقرحات ulceration result in bleeding، نتيجة تقرحات يصير bleeding and secondary bacterial infection، والبكتيريا تصيب هذا التقرحات. Perforation of the large intestine has acquired in some fatal cases. ويجوز يقول لك تكون حالات نادرة سبب أنها مهلكة. تحفظ الباراجراف الأول والثاني. Ulceration result in bleeding and secondary bacterial infection. Okay. تلاحظ هنا إيش مكتوب عندك. أول شيء scientific name Palantidium coli. Common name Palantidial dysentery. أنا طلبت من عندك قلت لك احفظ لي Palantidiasis. Disease name dysentery. Leave it. Life stage يعني الطفيلي الذي هو التروفوزويد موجود ويؤذي يؤذي أعضاء جسم الإنسان التروفوزويد. Infective stage to human cyst mature cyst يحتوي على foreign nuclei. Site of location احنا ذكرنا large intestine أطالبك بيه كاتب colon that's okay. Mode of transmission عن طريق contamination of food or water. Final host في الشعتيادي human والحيوان البيكس الخنازير. Intermediate host there is no intermediate host none. Sample في الشعتيادي stool feces. Diagnostic stage إذا ما تفحص شيء تشوف assist. في حالة الدياري heavy diarrhea تشوف التروفوزويتس. Okay. إذا مختصر مفيد، اسم الطفيلي Palantidium coli، اسم التزيز Palantiasis، اللايف ستيج يحتاج إلى التروفوزويد والسيست، المتحرك الموفمنت اللي يتحرك داخل الجسم ويصيب الأمعاء الإنسان هو التروفوزويد، وهو أكبر حجما من السيست، وهو أكبر طفيلي من مجموعة البروتوزوا في الإنسان. الإنفكتيف ستيج هو السيست ويكون ماتشو سيست. السايت اوف لوكيشن او الهابيتات اللي دائما نستخدمها وين يكون موجود باللارج انتستين بالكولون. المود اوف ترانسميشن كونتامينيشن. فاينل هوست جاست وان هوست اثنين الانسان او الخنازير. انترميديت هوست نان. سامبل في الشعتيادي الستول. الدايجنوستيك ستيج اسيست. احنا حاليا انتهينا من موضوع Palantidium coli وانتهيت ايضا من مجموعة البروتوزوا الذي هي بالكورس الأول أخذناها، ومثل ما ذكرنا البروتوزوا انتهينا. إن شاء الله بداية الكورس الثاني حسب التعليمات تجينا يجوز الأسبوع القادم والبعدها
نبدأ بالموضوع الثاني الذي هو الهرمس الديدان. واضح؟ على كل أي سؤال ما عندي أي مانع يسألني عن طريق الواتساب أو يجي للكلية يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو حسب ما متواجد. والله كريم. أوكي، سلام عليكم.